السلام عليكم. هاي احنا بمنطقة بين محافظة ميسان وبين محافظة الديوانية، يعني باتجاه ناحية الفجر. منطقة اسمها منطقة السيد أبو عربانة، اللي هي محل مرور الزوار المشاية إلى النجف ثم إلى كربلاء المقدسة. جذب انتباهي هاي الواحة. هاي الواحة موجودة بهاي الأرض. هاي الأرض الأرض من وسط عد لكل الأرض من وسط. يعني أنا هسه هناك كنت أمشي بالسيارة 120 130 140، أرض من بسطة، يعني لا يلاقيني نهر، لا يلاقيني شيء، أي عائق ما أخشى من عندي. جذب انتباهي هذا المكان وهاي الواحة، أني أقول أنه مثل هيك أشياء تحتاج إلى نوع من الدراسة والتأمل. شنو اللي أحدث هذا الشق؟ يعني مكان مهمل، طبعا مكان مو زراعي ولا أي شيء، مكان مهمل. هذا اللي تشوفونه هو خضار نتيجة الأمطار اللي سقطت. هذا الشق، هذا تخسف يعني من الارض وتخسف يجي. طبعا هسه راح اراويكم دليل التخسف هناك، انه هو مو نتيجه، يعني هي مو ارض منخفضه بحيث اجت سيول امطار ونزلت عليها، لا، هذا تخسف سريع ما اعرف سببه شنو. هسه هناك راح ارجع اراويكم، بس خليني اراويكم اياها من هذا الاتجاه. هسه شفت شيء شد انتباهي، انه هاي الاشياء يعني تستدعي او يعني تستوجب. شوف هسه هاي، اذا تشوف تحتها ممر، ذاك جوا اسمه هنا. هسه انتم باتجاه الشمس بين، هذا ممر مال المي اللي يجي منه. زين، ليش هنا ما كملت هاي الحفره؟ هاي الحفره ليش ما كملت بهذا الاتجاه؟ زين، ماكو اثر لوجود مي قاعد يجي وينساب وينزل، بحيث تكون هذه الحافه يعني انسيابيه مثل الشاطئ. ليش راسا هيك قويه؟ اذا هنا اكو انخساف صار. شوف هسه لا تشوفون هاي النباتات موجوده، وهاي النبات عاده ينمو باتجاه الاعلى. هاي النباتات هسه ناميه بهذا الاتجاه، يعني كانما هي قبل المطره كان اتجاهها عدل، وثم صار اكو تخسف ونزلت الى الجو الى تحت وصارت بهذا الشيء. هاي الاشياء يعني اتمنى انه تكون هي محط اهتمام المختصين، يعني بعلم الجيولوجيا، بعلم طبيعه الارض. هذا هسه شوف، هذا شق، هذا بدايه شق، هذا بدايه شق. ماكو شيء يقول يعني اكو ما اجى منه وسوى هذا الشق، لا، اكو تخسف صار بهاي الارض، هاي المنطقة بذلك. ثاني اجيبكم منها، شوف والله هاي المنطقة مخيفة.